وصلت أفكارا نتغذى فيه ملقاكم فعلا قد كمل برنامجنا فيه للأطفال خطاب. شاركنا فيه وتواصل بالود حتما نتعامل يجمعنا حب وحنان في هذا طبعا نتكامل برنامجنا من شاشة بث ذهبية. إيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام وأصدقائنا الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم عمو فرحان. وها قد نحن أطلنا عليكم المدة التي وعدنا بكم هذه الوقت المبارك إن شاء الله، وعدنا لكم إن شاء الله بفقرات جميلة ورائعة وحلقات مسلية أكيد بالتحديد. والآن خلي أترك بقية الكلام إلى صديقي سندباد. طبعا يا صديقي مهدي، من بعد ما سمعنا كلامك أنا أقول روح لناكل دكان عمو فرحان. أحسنت عاشتيك، يلا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليدي مهدي وسندبات وجاري العزيز أبو عبد الله. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم، وعلى مدار ساعة كاملة مباشر نأمل أن ترافقنا لكسب الفائدة والمتعة بإذن الله تعالى، ومن خلال فقراتنا المتنوعة التي نحاول دائما أن يكون خطابها يتضمن مضامين دينية وتقومية وتربوية واجتماعية، وكلها تصب في خدمة وتقويم أصدقائنا وأطفالنا الأعزاء. عمو فرحان، نعم شكرا لهاي المقدمة الرائعة من عندك. أحسنت أبو عبد الله. أنا ليش أحبك؟ أحبك لأنه أنت خوش السولف حلو. أحسنت السولف حلو وحضل. شكرا. سمعتوا عمكم فرحان شلون يسولف حلو، وأنا بدوري عمكم أبو عبد الله أقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالنا الحلوين مشاهدينا الكرام. واليوم مثل ما دائما نعرض لكم حلقاتنا الأشياء المفيدة والمهمة ومعلومات عامة، وإحنا هم نريدكم دائما تشاركون ويانا صوركم وأفكاركم الحلوة. لكن شنو عندنا فد فقرة بندى الرحمة؟ أي شنو هاي الفقرة؟ شنية بعد هذه الله. تتحدث لنا إنه ماذا نقول عندما نستيقظ صباحا. يعني شنو مثلا نقعد الصبح نقرأ قرآن، نقرأ دعاء، نقرأ زيارة عاشوراء، يعني هواي شغلات. فهسه من خلال هاي الفقرة الحلوة ندى الرحمة راح نشوف شنو نقول عند الاستيقاظ صباحا. يلا الآن مع ندى الرحمة. عند الاستيقاظ تستيقظ هناء باكراً،
فتحمد الله سبحانه على نعمة النوم التي جعلها الله راحة للإنسان، وتردد هذا الدعاء: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده. طبعاً الحمد لله والشكر، أنا البارحة حصلت الأول على الصف، واليوم إن شاء الله أنا من بعد ما طبقت النصائح اللي قال ليها صديقي مهدي البارحة إن شاء الله اليوم هم أجيب الأول. هسه خلنا أبدأ أراجع على ما يجي صديقي مهدي. زين، خلنا أذكر السؤال الأول مال البارحة، أبدأ أذكره. إذا جاني السؤال أكيد جبتي هنا وحزر. هلا مدام، شفت سندباد جاي يدرس، يعني الوضع ان شاء الله مطمئن. ان شاء الله. السلام عليكم سندباد، شلون صديقي الغالي، شلون امورك؟ الحمد لله بخير. عاشت ايدك، ربي يحفظك ان شاء الله، وما شاء الله عليك اشوفك متميز ورائع جدا، واشوفك انت وجاي تدرس. نعم. ومثل ما جاي يشوفني وجبت تليفوني، وراح نقرا انا وياك الاسئله اللي وعدتك بهن، اللي على اساس نسويهن امتحان ان شاء الله بلغتنا العربيه. تفضل استمع. يلا يا شاطر، اهلا بسندباد العزيز والشاطر. قل لي انت مجهز ان شاء الله لامتحانك؟ ان شاء الله جاهز 100% وما خايف مثل البارحه. عافيه ايدك، ما تخاف ابد، مثل ما قلنا الخوف يحطمك ويحطم نتيجه امتحانك، فلذلك عليك وعلى الاصدقاء لا تخافوا ابدا ان شاء الله. بارك الله بيك سندباد، واكيد احنا مثل ما تعودنا دائما بهذه الحديقه الجميله والرائعه، حديقه الاصدقاء، يعني دائما نجلس هنا ناخذ بعض الدروس والحكم والمواعظ والحكايات، وبهذه في هذا المجال، مجال اللغه العربيه، اخذنا عده احرف من لغتنا العربية جميلة ورائعة، واخذنا عليها أسئلة، وعرفت أنت ما شاء الله عليك، أنت جاوبت على كل هذه الأسئلة بارك الله بيك، فهسه محضر لك مجموعة أسئلة جديدة، راح أفتح التليفون ونقرأ هذه الأسئلة. يلا يا سندباد، سجل السؤال الأول عندك. السؤال الأول، اذكر لي ثلاثة حروف من حروف اللغة العربية، درسناها هنا في شارع الأصدقاء وفي حديقة الأصدقاء. تمام. ثلاث حروف من اللغة العربية. خليني أذكر، ها الحرف الأول. أي شنو؟ احكي بصوت عالي حتى يسمعوك الأصدقاء. ألف. حرف الالف. نعم. عاشت ايدك. اذكر لي بعد حرف ثاني. باء، حرف الباء. حرف الباء، ما شاء الله عليك. اذكر لي حرف بس شوي بعيد عن التاء والثاء، بعيد بعد. ايضا اخذنا حرف، خلنا نذكر، حرف الطاء ايضا. حرف الطاء، عاشت ايدك، اذا اجابتك على السؤال الاول 100% ما شاء الله. الحمد لله والشكر. نعم. السؤال الثاني، ونطلب من الاصدقاء يكونوا مركزين معانا بهذه الاسئله، وخلي يعتبرون انفسهم اليوم هم قاعدين بمكان سندباد، وخلي يجاوبون على اسئلتنا. السؤال الثاني يا سندباد، اذكر حرف من حروف اللغه العربيه واعطي لها مثالا من الاسماء، اسم انسان واسم حيوان وجماد ونبات. جاهز لولا؟ تمام ان شاء الله. اختار الحرف بالبدايه. اختار حرف بس يكون سهل يعني. ايه؟ ها باء، نختار الباء. حرف الباء. حلو. باء. انطيني اسم الانسان. باسم. باسم، عاشت ايدك ما شاء الله. من عندنا من الشخصيات الحسينيه جميله باسم باسم؟ باسم الكربلائي الرادود. نعم. تلم ولا باسم الكربلائي، عاشت ايدك. زين، هسه انطيني الاسم حرف الباء، يعني اسم الحيوان. حيوان. ايه تفضل. مثلا بطه. بطه. عاشت ايدك، لا متحضر اليوم وشاطر سندباد. نعم. عاشت ايدك. هسه ضمننا نصف الدرجه، بعد ما بقى عندك غير الجماد وال نباتات. حلو. اذكر لي الجماد شنو؟ الجماد، ها، بطل. بطل. ايه؟ ما شاء الله. نعم. عاشت ايدك، احنا نصيحنا باللغه العربيه والعاميه، عفوا الفصحى، القاروره. نعم. بطل راح نمشيك اياها باعتبار هي من لغتنا الدارجه. زين، اذكر لي هسه النباتات وقل لي شنو راح تقول لي. نباتات اخو الرقي. بطيخ. بطيخ. نعم. عاشت ايدك ما شاء الله. نعم. عفي عليك. بقى عندك تذكر لي هسه انا وياك والاصدقاء، تذكر لي اسم حرفين من اللغه العربيه وهن توم، يشابهن كلش. توم. توم. خلينا نشوف، ها؟ يسه. الطاء. اي. والظاء.
الطاء والظاء. نعم. زين هن فرقهن شنو؟ ها فرقهن انه الطاء بها ما بها نقطة، اما الظاء بها نقطة. زين على طاري حرف الطاء. نعم. انطيني فد اسم به هيج حرف طاء. مثلا اسم انسان عادي. طالب. طالب. نعم. بعد واحد شنو عندك؟ طلال. بعد واحدة. طارق. نعم. تمام عاشت ايدي. والله ما شاء الله اليوم سندباد كعادته ما شاء الله متميز ورائع. في الحقيقة أنا كلش أشكرك يا سندباد، الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله، وتكون دائما من الطلاب المتميزين والرائعين والناجحين أنت وكل الأصدقاء. هذه الدعوة أكيد لهم إن شاء الله تعالى. والآن يا صديقي يا سندباد، بعد ما شفت هذه الأسئلة الجميلة جدا وما شاء الله درجتك كانت بالامتحان كاملة ما شاء الله، فالحمد لله رب العالمين. فالآن أدعوك وأدعو الأحبة الأصدقاء الشطار لمشاهدة فقرتنا الجميلة غابة الحروف، ولنتعلم فيها ونرى فيها كيفية كتابة ولفظ حرف الضاد. فتعالوا معنا. الآن مع حروفنا الجميلة. حرف الضاء. أبي أبي انظر هناك. ماذا يا بني؟ ماذا هناك؟ ها؟ انظر لتلك العصا وبجنبها قبعة. ها؟ ما هذا؟ أبي تعال لنقترب أكثر ونرى. حسنا حسنا يا بني، هيا لنقترب. ها، من هذه المرأة الكبيرة التي تجلس تحت ظل الشجرة؟ أها، إنها الضاء يا بني. آه. ومن هي الضاء يا أبي؟ أها، هي أحد الحروف العربية. ما رأيك يا صغيري أن نقترب لنسلم عليها وتتعرف عليها أكثر؟ هيا 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 يا أبي. مرحبا يا ضاء. أهلا ومرحبا بك. إن صغيري يود أن يتعرف عليك. أهلا بك يا ألف الصغير. أنا الضاء أحد حروف الهجاء العربية، فهل هنالك شيء تود أن تعرفه عني؟ نعم يا ضاء، أريد أن أعرف لماذا تجلسين تحت ظل الشجرة؟ نعم كما ترى يا صغيري، إني امرأة كبيرة ومنحنية الظهر، وأجلس هنا لأستريح وأنظر إلى الأشجار والزهور. ولكن لما تحملين هذه العصا؟ لتعينني في القيام يا صغيري. وما هذه التي تحملينها على رأسك؟ إنها قبعتي تقيني من حرارة الشمس. شكرا لك يا ضاء، والآن أستطيع أن أميزك عن بقية الحروف الهجائية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أبو عبد الله. نعم. فدوى أروح لك، يعني أنا منتظر ما عندك فد قصة حلوة، أريد هاي قاعدة شوية يصير حلوة ونتسلى أنا وياك من خلال فد قصة حلوة بيها فائدة متعة إن للمشاهدين. قلت لي تريد قصة. اي بيك خير وتدلل. اي شلون قصة حلوة؟ الله، هاي القصة بيها معاني كثيرة كثيرة وجميلة وجميلة، لكن مو أنا اللي راح أقرأها. أو ليش أبو عبد الله؟ ها. مو أنت تسولف لي دائما؟ لعد منو لح يسولفها يا أبو عبد الله؟ مو باوع عم فرحان، يعني يجوز أنا من أسولفها مو مثل
ما تسولفها البومة الحكيمة. هاي هاي تتحدث عن حبات القمح. يعني شوية قمح هاي تدري صغار القمح. اي يعني شوية هاي البومة من تحكي عليهن بشكل دقيق. هو قصة يعني هي تعرف لها أكثر لأن عايشة بهذني ويا القمح وذني الحبوب وذني المسائل. فالبومة هاي الحكيمة من راح تسولفها تسولفها بشكل أفضل من عندي. والله الفكرة حلوة زين ومقترحك جميل زين. والأجمل من هذا شنو؟ شنو؟ أنه مخرجنا الحبيب حاج نبيل هو اللي حيشغل لنا هذه القصة الجميلة. الآن مع البومة الحكيمة. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقتكم البومة الحكيمة بو. في أحد الحقول يا صغاري كانت دجاجة تعيش مع فراخها الصغار، وكان يعيش معها في ذلك الحقل بطاط وأرنب وقطة وسلحفاة، وكانت جميع أصدقاء. في أيام الصيف انقطع المطر وجف الحقل ولم يجدوا طعاما يأكلونه. ذات يوم كانت الدجاجة تبحث في الحقل فوجدت حبات من القمح. أخذت الدجاجة حبات القمح إلى الأصدقاء، فرح الجميع وقالوا هيا هيا نأكلها معا. قالت الدجاجة إنها قليلة جدا، لا تكفي لا تكفي. ثم قالت عندي فكرة. قال الأصدقاء وما هي؟ قالت الأفضل أن نزرع حبات القمح لنحصل على حقل من القمح. صفق الأصدقاء لفكرة الدجاجة وفرحوا كثيرا. شرحت الدجاجة الفكرة لأصدقائها وقالت والآن من يقوم بحراسة الأرض؟ سكت الجميع. قالت الدجاجة أنا سأقوم بحراسة الأرض. قامت الدجاجة بحراسة الأرض وحدها، وبعد عملها نثرت حبات القمح. أخبرت الدجاجة أصدقائها بذلك فصفقوا لها وفرحوا. قالت الدجاجة والآن من يقوم بسقي الحقل؟ هنا سكت الجميع. قال الأرنب أنا لا أحب السقي. والجميع مثله قالوا. قالت الدجاجة أنا سأقوم بسقي الحقل إذن. قامت الدجاجة بسقي الحقل، وبعد مدة نبتت حبات القمح وظهرت السنابل الصغيرة. السنابل كانت تكبر وتكبر كل يوم، فأخبرت أصدقاءها بذلك وفرحت فرحاً كبيراً وقالت لقد أصبح لون الحقل ذهبياً وقد حان وقت الحصاد. من يقوم منكم بحصاد الحقل؟ سكت الجميع. وقال الأرنب أنا لا أحب الحصاد. ألم أقل لك أنا لا أحب الحصاد؟ والجميع كرروا وقالوا مثله. فقالت الدجاجة أنا سأقوم بحصاد الحقل. قامت الدجاجة بحصاد الحقل فصنعت عددا من أرغفة الخبز اللذيذة،
وأخبرت أصدقائها وقالت لهم: أنتم جميعاً كسالى ولا تحبون العمل، ومن لا يشارك في العمل فليس له الحق في الأكل. أيها الأصدقاء، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والتعاون فيما بيننا، وهو لا يحب الكسول ولا يساعده. هل عرفتم الآن مغزى قصتنا يا أحبائي؟ إذن انتظرونا وقصة جديدة من قصص البومة الحكيمة. بو! إلى اللقاء. اختي عسل. السلام، تفضل. اصريحي اصريحي، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. زين، اقول لك اخويا سندباد. نعم اختي عسل. تاخرت، نسيت عندنا فقره مهمه؟ لا اكيد ما نسيت، واللي هي شنو؟ فقره القلم السحري. نعم. بس تعرف شنو راح يقدم لنا القلم السحري؟ انا صراحه انا ما اعرف. نعم انا اعرف، وراح اقول لك شنو راح يقدم لنا القلم السحري. طبعا القلم السحري راح يعلمنا شلون نرسم حيوان مميز جدا، حيوان ايضا جميل، وهذا الحيوان يقدر يسبح بالماء، وبعد شنو يقدر يمشي على اليابسه، وشنو هو يكون هذا الحيوان ابيض. عرفتي له ولا لا؟ صراحه ها ايه عرفته، وهو اللي هو البطه. احسنتي، نعم صحيح. اذا مشاهدينا الكرام، هسه اني عرفت هو شنو الحيوان، فاذا اتمنى منكم ان تتعلمون رسم البطه. فهسه شنو، خلونا نروح نشاهد القلم السحري. الآن أرسم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأطفال، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ها؟ أنتم بخير، الحمد لله. أنا القلم السحري يا أحبتي، ووظيفتي هي أن أرسم لكم أشكالاً جميلة ومختلفة. ما الهدف؟ الهدف منها أن نتعلم كيف نرسم وكيف نبدأ بالخطوات الأولى للرسم. ورسمتنا لهذا اليوم أعزائي الأطفال هي البتة. هيا بنا لنبدأ. أحضروا قلماً وورقة وأقلام تلوين. والآن هل أنتم مستعدون؟ لا أسمع، هل أنتم مستعدون؟ آها، إذن فلنبدأ على بركة الله. Thank you.
أصدقائي الأطفال، اكتملت رسمة البطة الجميلة لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كيفية رسم البطة أحبتي الصغار، وأمنياتي لكم بمستقبل فني باهر إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي في حلقة قادمة مع رسمة ملونة جميلة ومع القلم السحري. مع السلامة. أصدقائنا وأطفالنا وأحبائنا الأعزاء، أحب أقول لكم يا أصدقائنا وحبايبنا، وصلتنا الكثير من الصور، والقسم والبعض منهم يقولون أنه هذه الصور ما قاعدة تطلع وتنعرض بالفقرة صور أصدقاء البرنامج. أنا خلي أجاوبكم، أنا بصراحة دا أفتح التليفون ودا أقرأ اللي دا يصير. شنو يا أصدقائنا؟ هنا عندنا كل حلقة عدد معين من الصور، فإذا دا ناخذهن بالسرة واحدة واحدة، يعني مدى نهمل أي رسالة. وإذا أكو صورة انهملت فأكيد أحنا إيش حنسوي؟ ندزلهم رسالة نقول لهم يعني أكو عندنا وفق الشغلات الشرعية أنه بناتنا وحبيباتنا أنه يكونون هذا الحجاب الجميل، العباءة الجميلة، يعني للكبار يعني أقصد اللي مكلفات، وأما الصغار بملابسهم الجميلة أيضا اللي تليق ببرنامجنا، يعني شلون اللي تليق بالأمور الشرعية. ليش؟ لأن احنا دائما نحب أنه تظهرون بصورة جميلة جدا. وأما الولد الشباب أو الأطفال الحلوين، أحب أقول لكم يا أصدقائنا أنه تقدرون تأخذون صور ولقطات جميلة. يعني مثلا احنا مو كلها بالبيت ناخذ صور، نقدر مثلا عندنا حديقة، عندنا داخل المدرسة مع أصدقائنا، هاي الصور المنوعة تكون جميلة. ومن خلال هذه الصور ورا ما تأخذوها وتشوفون شكلها حلو وانتو ما شاء الله حلوين، راح تقدرون تدزوها انه من حيث انه الصور الجميلة ومعبرة من قبل أصدقائنا الأعزاء أصدقاء عم فرحان الذين بعثوا لنا الصور الجميلة على واتساب رقم هاتف البرنامج واللي هو 07718، مكرر 1، مكرر 2، مكرر 8. وإحنا بدورنا شنو؟ قد أخذنا هذه الصور الجميلة ووضعناها بالبرنامج، لذلك أحلى الأوقات أتمناها لكم ونحن نشاهد صور أصدقاء البرنامج. الآن مع صور أصدقاء البرنامج.
مشاهدينا الكرام أصدقائي أصدقاء برنامج عمو فرحان، هسه وصلنا إلى فقرة جميلة واللي هي فقرة حصاد الحلقة، وأني أحب إنه أتعرف على هذه الفقرة من خلال صديقتي بنين. هسه رح تقولون إشلون هي أصلاً صديقتنا بنين ما موجودة. أنا أقول لكم حالياً صديقتنا بنين في إحدى حدائق العتبة الحسينية المقدسة وهي تقدم لنا فقرة حصاد الحلقة. فهسه يلا وتعال وياي إلى هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أصدقائنا الأطفال، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عمو فرحان. أصدقائنا الأطفال ما زلنا مستمرين معكم فقرات حلقة اليوم، وصلنا الآن إلى فقرة حصاد الحلقة. طبعا أكيد رح أقرأ حسب ما يسمح بوقت البرنامج من خلال هاتف البرنامج ورقم البرنامج اللي أنتوا تعرفونه أكيد، واللي هو 0771811228. أعيد لكم إياه 0771811228. وهسا خلونا نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدي مع أول المتصلين واللي هم صديقتنا أم البنين بشير. يا أهلا وسهلا بي صديقتنا أم البنين، هذه صورتها لأم البنين الله يحفظها إن شاء الله. طبعا شيء كلش حلو أن يشوف أصدقائنا الأطفال بعدهم بعمر صغير ويروحون للأضرحة المقدسة، أكيد هذه دلالة على التربية الصالحة الله يحفظها إن شاء الله. خلينا نروح بعد ونشوف مشاهدين آخرين. أحد المتصلين كاتبين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دازلنا صورة هذه البنوتة الحلوة الله يحفظها إن شاء الله، اسمها طيف الله يحفظك يا طيف. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أحد المتصلين دازلنا صورة هذا الطفل اسمه عباس حسن، وكاتبين أحبكم أسرة عمو فرحان. إحنا أيضا مشاهدين الكرام هواية هواية نحبكم، هذه صورته والله يحفظها إن شاء الله أكيد، ويحفظكم جميعا مشاهدينا الكرام وأصدقاء برنامج عمو فرحان. أحد المتصلين دازلنا صورة هذا الطفل اللي اسمه حسن علي، الله يحفظك يا حسن، شنو هالقعدة الحلوة، شنو هالساعة الحلوة، الله يحفظك إن شاء الله. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشنو دازلنا. أحد المتصلين دازلنا صورة هذا الطفل اللي اسمه زين العابدين علي، زين العابدين لابس شتوي ظهر بردان. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشنو دازلنا. أحد المتصلين دازلنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دازلنا صور أطفال اثنين، فاطمة محمد علي وعلي حيدر. هاي فطومة، شنو هالضحكة الحلوة فطومة. هسا نشوف علي، هذا علاوي الله يحفظه إن شاء الله. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشنو دازلنا من رسالة. أحد المتصلين دازلنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا إلى جميع كادر برنامج عمو فرحان واللي سرحان المعرفة تيومون لمهدي، وهذا الرسالة. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشنو دازلنا. دازلنا صورة هذه البنوتة الله يحفظها إن شاء الله، وكاتبين السلام عليكم. وعليكم السلام، كاتبين يا ريتني تنشرون صورتي ويصور أصدقاء البرنامج إن شاء الله تنعرض بالحلقات القادمة في فقرة صور أصدقاء البرنامج. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشو دازلنا. دازلنا صورة هذا الطفل الله يحفظه إن شاء الله، خلينا نشوف شنو اسمه. اسمه مجتبى رحيم، الله يحفظك مجتبى. طبعا للأسف هذا ما يسمح به وقت الفقرة، ولكن أكيد بعدنا ما زلنا مستمرين في فقرات برنامج حلقة اليوم، فأنقلكم إلى استوديو برنامج عمو فرحان ونشوف شنو هي الفقرة القادمة إن شاء الله. خلينا نروح ونشاهدها.
حتما بارك الله. اكيد اكيد. اهلا بكم اصدقائنا الشطار وحياكم الله. ومثل ما تشوفون احنا الان في حديقه الاصدقاء وبالقرب من مركزنا الصحي وبجواري عمنا العزيز ابو عبد الله ودكتور دكتور فاهم. وين ابو عبد الله؟ ما ادري شو الموضوع دكتور فاهم. وين قلنا له عندنا فقره؟ اقول لك ها خف هذا بعده نايم. لا يا دكتور فاهم. دكتور هذا جاء مو منو؟ احنا انا مهدي وهذا عمو ابو عبد الله. شلونك دكتور؟ دقيقه. شنو دقيقه؟ شبيه؟ هذا شبيه منو؟ حلوين شي جاء هذا. يا جاوه منو؟ دكتور فاهم سلام عليكم. وعليكم سلام تفضل. شنو منو؟ ما ادري اشوف مهدي وابو عبد الله شي جاء. معزلين شنو معزلين؟ لا مريد دواء على عبال الدكتور. يلا بالله دكتور فاهم في دول قلبك. اي مو قلنا معزلين. شنو معزل يا عيني؟ احنا ما جايين بدنا نفحص ولا نريد ادويه. ابد اطفالنا الحلوين منتظرين. هاي فقره اتصل واربح. ها ايد قول هيك. هو سمعت مني اعطيتني مجال. ايد قول تحكي لي بدايه. يا الله يا الله استفتح خير يا سلام عليكم. ما عندنا فلوس. عليكم السلام. اهلا اهلا وسهلا. ابد يقول هنا اتصل واربح عن عبالي رايدين فاتشين انتو. وانت تعطي مجال واحد يحكي يا دكتور. الله يسلمك. يحكي من البدايه يا اخي بدون مقدمات. طب الموضوع نطب الموضوع. دكتور وصلنا وياك ويا عم ابو عبد الله والاصدقاء الشطار لفقره اتصل واربح. جاهز لو لا؟ وين وصلتوا؟ اتصل واربح. وصلنا هنا يم بابكم باب المركز الصحي. يعني وصلتوا هنا. وصلنا هنا. اي تقول وصلنا يا اخي. تعش ذا اقول لك يا دكتور اعطيني مجال انت حتى افهمك فكرتنا شنو. اي لا اقول لك وصلنا واياك والدكتور وعم ابو عبد الله واصدقائنا الشطار فقره اتصل واربح. هذه اللي بيها اتصالات ومشاركات. ابو عبد الله. نعم. هاي الفقره اسمها اتصل واربح عرفت؟ لا ما اعرف هسه جديد عليها. اي زين يلا دكتور يعني انت جاهز ان شاء الله؟ اقول لكم قل لنا انتم محضرين متصل ولا هيك جايين؟ لا محضرين اربع خمسه جايبينهم ويانا. اي يعني غير الاطفال يتصلون علينا. واحنا نستقبل اتصالاتهم ويجاوبون واللي يفوز نخليه اسمه بالدوره. ابو عبد الله. نعم. انت غير تقول هي اتصالات. هو انت ما اعطيتني مجال. ما اعرف والله الدكتور فاهم خبلنا اليوم. تعبت ابو عبد الله انت هواي تسولف ووقت البرنامج راح يخلص. ها طلع ابو عبد الله هو اللي سوى. خلنا ترخص احسن. لا 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 ابو عبد الله. لا هو يمزح وياك. يمزح وياك. لا يلا دكتور مو جاي نشوف الارقام جوا الشاشه موجوده. يعني اتصالات عندنا. يلا راح يكون اول اتصال وياك. تفضل يا دكتور. يلا الو السلام عليكم. شيل عقلوبنا. وعليكم السلام. وياكم دكتور فاهم انف واذن وحنجره. تفضلوا. ها قام يسوي دعايه ترويجيه لمحله ودكانه. يلا وسهلا مهدي. هذا نعم. مستوصف يا دكان يا معود. انا عمو فرحان اني. اي صديقتنا شنو اسمك واسم بابا؟ هدى جاسر من بابل. هدى جاسر من بابل. ويا دكتور فاهم اذن وانذ اذن وانذ اذن وانف وحنجره. بعد نايم نايم الدكتور. شنو اللي تعانين من عند صديقتنا حتى نعالجك؟ ما عندي شيء الحمد لله. سلامكم على شيء الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يلا عندنا سؤال راح نسأله قبل الأكل. قبل الأكل. مو متعود على أدوية. متعود على أدوية. فاهم روتك خطيه يعني بس ما بيها شيء. لا بشو نشوف السؤال. يعني متعود على أدوية. ايش بيكم؟ صحيح. يلا نشوف السؤال. ماشي. وسؤالنا يقول علم أي دولة هذا؟ هل عمان أم الأردن أم البحرين؟ شوفوا بالشاشة شنو طالع عندكم وجابونا علم يا دولة. ما عندنا كهرباء. ما عندكم كهرباء. مع الأسف الشديد. هو علم من اليسار موجود اللون الأبيض ومن اليمين اللون الأحمر. هذا مثلاً تتوقعون وهيك متموج. متموج بقسام اللون. أنا أقول البحرين وأنتم شو تقولون؟ البحرين. يقولون البحرين. خلينا نشوف الجواب. نعم صحيح. الجواب صحيح وموفقين ان شاء الله. احسنتم بارك الله بكم. شكرا جزيلا. اتصال وياك عمو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. منو ويانا؟ محمد بهاء. حياك محمد بهاء. اهلا وسهلا بك. منين محمد؟ من كربلاء. يا اهلا وسهلا. زين محمد. نعم. عندك مشاركه لو تريد سؤال من اسئلتنا الحلوه. اختار سؤال. يلا خلي نشوف السؤال. شنو السؤال صديقنا مهدي؟ السؤال يقول يا عم ابو عبد الله علم اي دوله هذا؟ هل مصر ام فلسطين ام لبنان؟
أمامكم على الشاشة ظاهر العلم. مصر لو فلسطين لو لبنان. منو أبطال الحجارة؟ أحسنت. مقاومين. منو؟ فلسطين. خلينا نشوف الجواب إن شاء الله الجواب صحيح. ظهر السؤال والجواب صحيح. فلسطين صحيح. بارك الله فيك، هذا علم فلسطين ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم صديقتنا الشاطرة وأصدقاء برنامج عمو فرحان. والآن نأخذ اتصال آخر ونشوف مين راح يكون ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. من ويانا؟ انوار خالد. انوار خالد من بلد؟ بصره. من البصره، اهلا ومرحبا بانوار خالد. انوار جاهزه تشوفين سؤال ولا؟ عندي مشاركه. يلا تفضلي. يلا تفضلي. تفضل. صلوات صلوات على الامام المنتظر، سلامات سلامات إجابة عطل السفر. إلهي يا إلهي متى الغيب يجينا، أغوص بحر الهموم وأنا أشواقي سفينة. إلهي عجل أمره ورب اطف عن يمينه. أحسنتم بارك الله بكم. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير أنصاري وأعواني. نوصيكم طبعا على ذكر مولاي الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، بعد 5 أيام تقريبا لمناسبته العظيمة ولادته سلام الله عليه في المنتصف من شهر شعبان المبارك. فنوصيكم جميعا أصدقائنا تحتفلون بهذه المناسبة، تهتمون جيدا بهذه المناسبة، حاولوا صوروا ووصلوا رسالتكم للعالم أجمع. شكرا جزيلا. اتصال آخر ويا الدكتور. دكتور فاح. نعم تفضل. تفضل وياك اتصال. ها اتصال. اي نعم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا صديقنا، شنو اسمك واسم بابا؟ علي محمد. علي محمد قصف. محمد بالثالث. صف الثالث. مهدي. نعم يا دكتور. صديقنا بصف الثالث. صحيح قال بالثالث. اي شوي داري. انداري بالسؤال. يلا شوف السؤال. يا محافظه يا محافظه. بابل. اه بابل ما شاء مهدي. الله. نعم يا دكتور. مو قلت لك داري. تدلل هسه راح داري. احذف الاختيار. يلا شوف السؤال. والسؤال يقول علم أي دولة هذا؟ هل تركيا أم الصين؟ الدكتور قال داري فشلت لك خيار. تركيا لو الصين؟ بصافنا بصافنا. تركيا يقول. خلينا نشوف الإجابة إن شاء الله صحيحة. والجواب صحيح. بارك الله فيك حسين، عاشت ايدك ما شاء الله. دكتور هذا الشخص اللي دزيت لنا ما شاء الله شاطر، عاشت ايدك. ايش عبالك على ندز لكم واحد مو شاطر يا مهدي؟ لا والله كل اصدقائي شطار ما شاء الله. تريد يعني من باب الهماتين ما شاء الله. ما شاء الله ذول اذكياء عمي. شنو ابو شكاني؟ يلا تفضل. يلا اتصال معك يا عمو عبد الله. السلام عليكم. من خلص؟ حبتي انا من وسهلا. منو ويانا؟ محمد هشام. حياك الله حمودي. محمد هشام. حسام. حسام. محمد حسام. نعم. عد تعال يا محافظة. أبو عبد الله عد شيء كذنك عد تعال. من كربلاء. شو صوتك ناصر حمودي علينا صوتك. كربلاء. عافية. من كربلاء. شاطر ما شاء الله. جميل جدا. زين محمد. أنت شاطر بالرياضيات. أنا روضة. بالروضة. نشيد. بالروضة. نشيد نشيد أريد. حافظ نشيد. يلا سمعنا. شعر. عادي سمعنا. يلا. عشت النزل جسر ما بيدي جروح من حبك ولا يوم مليني، تعبنا الشعر والخوف والتمعات، لازم يا وطن ما دلنا شعريني، لازم يا وطن ما دلنا شعريني. سنت حسنت. ما بيدي الخواف والأرض والدين، ما عسناك نجل بيت صليني. من مالله تجل كنا يكحنا دموع، من مالله تفرح كنا احنا كنيني. وقل ملحد من الشان من الشان بجل ملحد يا وطن بيني. تاري غشش بجل وحاك الفار وسجع وطن حاك وعبيت. احنا صاحب ما سمعنا ما افتهمنا بس كلمة الوطن ما شاء الله. اللهم احفظ وطن الوطن ما شاء الله. الله يحفظ وهاي التربية صحيحة وسليمة. شكرا جزيلا. تحياتنا لك ربي يحفظك ويحفظ بلدنا الغالي ووطننا العزيز العراق الحبيب واهلنا وناسنا في جميع محافظاتنا العزيزه. اتصال اخر خلينا نشوف مين راح يكون ويانا ومن يا محافظه. السلام عليكم. السلام. اهلا ومرحبا. من ويانا؟ افنان وهاج. افنان وهاج
صحيح؟ من كربلاء. من كربلاء، أفنان وهاج من كربلاء، حياك الله يا أفنان. أنت بيا صف بالروضة لو بالمدرسة؟ بالمدرسة. بالمدرسة، زين حافظة فد نشيد أخذتي بالمدرسة؟ أي. يلا سمعينا يا شاطرة. يلا نسمع. يلا وين النشيد أفنان؟ ثاني النشيد احنا. أنا اسمي مرغوب لذيذ الطعم محبوب ولحمي تعبه أخضر جميل الشكل والمنظر لطيف اللون لماعه ولي في الشكل أنواعه فنوع منه حساوي ونوع منه حضراوي وهذا نوعه زهدي لذيذ طعمه عندي ومن نعرف اللوك وجبتي هذا ما شاء الله ممتاز عافية ما شاء الله جميل جدا كانت هذه موجودة عن النخيل ما شاء الله جميلة جدا ورائعة سبحان الله النخيل يعني من الفواكه والأشجار المتميزة جدا أكيد طبعا باعتبار هي تتنوع بأثمارها الآن نزل القرعة يا عم أبو عبد الله يعني داهمنا الوقت للأسف أصدقائنا وأوشكنا على ختام حلقة هذا اليوم وعم أبو عبد الله سحب الاسم اللي راح ناخذه إن شاء الله ويكون فائز معانا بحلقة اليوم ألا وهو الاتصال الأخير أفنان وهاج من كربلاء ما شاء الله مبروك اللي قرأتنا على النخيل ما شاء الله ألف مبارك لك هذا الفوز صديقتنا الشاطرة أفنان وهاج من كربلاء المقدسة وأكيد كل الأصدقاء اللي ما حالفهم الحظ اليوم يفوزون إن شاء الله بالحلقات الجاية كلكم راح تكونون فائزين بمجرد اتصالكم وتقولون ألو السلام عليكم فتحياتنا لكل الأحبة الأصدقاء نطلب من صديقة البرنامج الفائزة تتواصل ويانا على رقم برنامج عمو فرحان اللي ذكرناه ببداية الحلقة والآن أترك بقية الكلام إلى الدكتور فاهم شكرا شكرا أصدقائنا الأطفال الحلوين عزل عزل إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم مع حلقة جديدة إن شاء الله مع السلامة مع السلامة, مع السلامة.